السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب لقاء يتجدد مع موقف جديد من مواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابي اليوم هو سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لصاحب لي هيا فلنجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا لنتعلم ولنجمع العلم الذي عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي يا ابن عباس اترى الناس يحتاجون الى علمك وفيهم فلان وفلان وفلان يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عبد الله ابن عباس صغير السن في هذا الوقت. الروايات تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الاعلى وعمر سيدنا عبد الله ابن عباس حوالي 13 سنه. لكنه كان كبير الهمه كان يعني يفكر تفكير الرجال الكبار ولا عجب فقد رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الرجل اترى الناس يحتاجون الينا وفيهم كذا وفيهم كذا من العلماء الكبار من علماء الصحابه يقول فجلس هو ورحت انا اطلب العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أذهب إلى الصحابي فأجده قائلا يعني نائما في القيلولة بعد الظهر فأتوسد ردائي على بابه يعني أنام أمام بابه حتى يخرج حتى لا أوقظه من نومه وحتى لا أزعجه فأتوسد ردائي على بابه ثم تسفي الريح علي أي تحمل الريح من تراب الصحراء عليّ وأنا نائم يتحمل في يعني سبيل العلم مشقة عظيمة حتى يخرج الصحابي من بيته فيجدني أمام بيته يقول يا ابن عباس ما جاء بك هل لا أرسلت إلي حتى آتيك أنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتني وطلبتني أتيتك إلى المكان الذي أنت فيه لماذا أتيت يقول لا أنت أحق أن آتيك أنا طالب علم وأنت عالم جليل فأنا أحق أن آتيك يقول فأسأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبني وهكذا ظل سيدنا ابن عباس يجمع العلم ويتعلم قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا أي ذقت المشقه وانا اطلب العلم لكنني صرت عزيزا بعدما تعلمت يقول فعاش هذا الرجل الذي قلت له هيا لنجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتكاسل عاش حتى وجد الناس قد التفوا حولي يطلبون مني العلم ويتعلمون مني صرت عالما بعد ان كنت طالب علم فنظر الي وقال كان هذا الفتى اعقل مني كان ابن عباس الذي سعى في طلب العلم اعقل من هذا الذي اخترع الاعذار ليتكاسل عن طلب العلم صار سيدنا ابن عباس عالما كبيرا يشار اليه بالبنان ولقب بحبر الامه اي عالم هذه الامه ايها الاخوه كان قد سبق سعي ابن عباس على طلب العلم او لطلب العلم دعوه مباركه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفقه سيدنا ابن عباس في دينه يقول ابن عباس وهو يحكي هذا الموقف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فاعددت له وضوءه قبل ان يخرج رسول الله دخل الخلاء ليقضي حاجته وأنا شغلت نفسي بأن أجهز الماء الذي يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يخرج، فلما خرج وجد الماء جاهزا لوضوئه، فقال: من وضع هذا؟ قال ابن عباس: أنا يا رسول الله، فدعا له صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتف ابن عباس بهذه الدعوة. بل سعى واخذ بالاسباب التي بها يجيب الله عز وجل دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم حتى صار عالما كبيرا وهو صغير السن حتى كان سيدنا عمر رضي الله عنه يدخله في مجلسه الاستشاري ويجلسه مع كبار الصحابه الذين شهدوا معركه بدر يدخله مع اشياخ بدر فكان بعضهم قال له يا امير المؤمنين لم تدخل هذا معنا وهو يعني صغير السن ولنا اولاد مثله فقال انه من قد علمتم ثم اراد ان يثبت لهم مكانه ابن عباس وعلمه فقال لهم ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقالوا امرنا اذا نصرنا الله عز وجل وفتح علينا ان نكثر من التسبيح والاستغفار فقال له قال امير المؤمنين عمر لابن عباس ما تقول فيها يا ابن عباس ماذا تعلم عن هذه الايه قال ابن عباس هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه الله اياه. يعني الله عز وجل يقول لرسوله اقترب اجلك اذا جاء نصر الله والفتح فقد اقترب اجلك يا رسول الله فاكثر من التسبيح والاستغفار والتوبه الى الله عز وجل. هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه فقال له عمر: ما اعلم منها الا ما تعلم. اي انت الذي قلت التفسير الصحيح لهذه الايه. ايها الاخوه الاحباب كان ابن عباس رجلا مهيبا عالما جليلا يقولون كنت اذا نظرت الى ابن عباس قلت اجمل الناس واذا سمعته قلت افصح الناس واذا تعلمت منه قلت هو اعلم الناس سعى في طلب العلم ونالته بركه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار عالما كبيرا وهي رسالة إلى طلاب العلم. اجتهدوا وتعلموا وابذلوا الجهد في طلب العلم واعلموا ان الله عز وجل قال: إنا لا نضيع أجر من احسن عملا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونسأله أن يرضى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأن يحشرنا معه تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته